السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طيب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ما جاي لكم بقضية شائعة اليومين دول على السوشيال ميديا، وهي قضية قبل آية أو ميس آية، أو زي ما زمها البعض مدرسة المنصورة أو المدرسة الراقصة. أنا عايز أعرف هو إيه اللي إحنا وصلنا له ده؟ إيه قلة الأدب والسخافة اللي إحنا بقينا فيها دي؟ ليه بقينا كلنا بنعتمد على فضائح بعض؟ ليه بقينا بنشمت في الفضايح؟ ليه بقينا بنعري بعض كده بالأسلوب ده؟ اتقوا الله شوية، حرام عليكم. طب ممكن تقولوا لنا إحنا استفدنا إيه لما الست دي بيتها اتخرب، لما عيالها اتشردوا، لما جوزها طلقها؟ طب بالله عليك انت وهو وهي، ايه اللي انتوا استفدتوه؟ ممكن تقولولي كده؟ وانت يا عم الامور يلي رفعت الفيديو على السوشيال ميديا، مين حكمك انك تبقى قاضي وجلاد؟ قولي مين؟ انا مش فاهمكم بصراحة. انت بتقول ده عوار او ده خطأ المفروض نعلمه، انا بقول لك لا يا حبيبي، تعالى لي بقى. ليه ما يكونش دوت اختبار من ربنا ليك انت مش ليها هي؟ في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن قربه من كرب الدنيا نفس الله عنه قربه من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ليه ما تكونش ده اختبار ليك انت؟ ربنا يشوفك هتستر على عباده ولا هتفضحهم؟ انا مش فاهمك بصراحة. وفي حاجة تانية عايز اقولك عليها، افعل يا ابن ادم ما شئت فكما تدين تدان. النهاردة انت ما سطرتش على الست دي وفضحتها فضيحة ربنا ما يوريها البني ادم، بكرة ربنا هيفضحك برضو، وهيفضحك في اعز ما ليك، وهيخليك تقعد تندم طول عمرك. وانا بتكلم النهارده يا عطائيت مش ان احنا نسكت على الغلط، لا، انا بتكلم عن ان احنا بننشر الغلط وبنفضح عباده. ليه يا جماعه؟ من كان منكم بلا خطيئه فليرميها بحجر او يرجمها بحجر. مين فينا ملوش اخطاء؟ مين فينا مفيهوش عيوب؟ كلنا عايننا نفسنا قضاء، كلنا عايننا نفسنا جلادين. ده احنا كلنا عيوب يا جماعه وكلنا اخطاء. ليه كده نفرح في خراب البيوت؟ ليه كده نفرح في تشريد 3 اطفال؟ والله العظيم عيب علينا، والله العظيم عيب علينا. ليه نتفحم في قصيات بعض؟ والست طلعت قالت انا اسفه، انا عارفه ان انا رقصت رقص مبتذل، وانا بقول اه هي اخطات، ما بقولش هي ما اخطاتش، هي اخطات والمفروض ما تعملش كده. بس مش كل واحد هيخطا هنفضل ماسكين له السجاط والطبله ونقعد نطبل له. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. خلاص، هي طالما ما اذتش حد بخطأها دوت وتابت عنه يبقى انتهت حسابها عند ربنا مش عندنا احنا. وفي رسالة مهمة جدا انا عايز اوصلها لزوج قبل آية او ميس آية: اتقي الله في بيتك وفي ولادك.
انا عارف ان الضغوط كانت صعبة جدا عليك، وعارف اللي انت تحملته دوت ما يتحملوش راجل، بس تعال نبص لها من منظور تاني. لو كنا قلنا ان ميس ايا دي اخطأت، ان هي قامت رقصت في وسط الرجالة، انا ممكن اطلعك انت كمان غلطان، واقول لك الغلط فيك انت من الاول. ازاي تسمح لزوجتك ان هي تخرج مع رجالة غريبة وتتفسح معاهم؟ هو ده مش خطأ برضه؟ بس احنا مش جايين النهاردة نقول مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان، احنا جايين نقول يا ابني حاجة على بيتك وحافظ على عيالك. انا عارف ان اهلك واقفين ضدك وبيقولوا لك كلام زي السم، واصحابك بيقولوا لك كلام زي السم، بس صدقني يا ابني مفيش حد في الدنيا هيمسح دمعة اطفالك غير امهم وانت. بكرة الكلام ده كله هيتنسي، والله العظيم هيتنسي، بس انت اللي هتفضل شايل الطين طول عمرك انت واطفالك. ليه تخرب بيتك؟ مفيش حد هيقف جنبك يا ابني صدقني، والله العظيم ما حد هيقف جنبك. النهاردة كل واحد هيعمل لك فيها الشيخ الشعراوي، ويقعد يقول لك حرام وحلال، بس بعد بكرة مش هتلاقي حد يحمى على أولادك ولا يطبطب عليهم. فاتق الله في نفسك وفي عيالك وفي بيتك. وهي الست غلطت واعترفت بخطأها وقالت طبت إلى الله، إيه المشكلة بقى لما إحنا كمان نقبل توبتها؟ وهي ما اتمسكتش في كباريه على فكرة، ولا في شقة دعارة، هي ست فلتت منها، فرحت زيادة عن اللزوم، ما عملتش حساب إن في عالم جزم فاتحين الكاميرات ليل ونهار عمالين بيصوروا في خصوصيات الناس. اتقوا الله، من يتقي الله يجعل له مخرجا. بلاش نفرح في مصايب الناس، ويا حبيبي عشان خاطر ربنا، ربنا غفور رحيم، انت مش هتعرف تغفر؟ وانت اكيد عارف مراتك وعارف سلوكها، مش احنا اللي هنيجي نقول لك عليه، ولا انا غلطان؟ ها؟ ما ترد عليا، انت مش واثق في مراتك؟ وعارف ان مراتك ممكن اللي حصل دوت يكون حصل منها هفوه، ولا هي كده على طول؟ اكيد انت عارفها، والا ما كنتش عاشرتها العمر ده كله وخلفت منها 3 اطفال، صح ولا انا غلطان؟ اتقي الله يا ابني في نفسك وفي مراتك وفي عيالك، مفيش حد هيقف جنبكم صدقني، لازم انتوا الاتنين تقفوا في ظهر بعض وتعدوا المحنة دي بسلام. وعشان خاطر ربنا يا جماعة بلاش الكاميرات المفتوحة ليل ونهار دي، وكل واحد يخلي باله من نفسه. وانا مش هاجي اقول لكم اعملوا اشتراك في القناة ولا فعلوا زر الجرس ولا دوسوا لايك، لا، انا كل اللي عايزه منكم حاجة واحدة بس، انكم تشيروا الفيديو دوت على اوسع نطاق، يمكن يوصل لزوج قبل آية والكلمتين اللي انا قلتهم دول يخلوه يرجعها تاني ويحاجة على عياله ويحاجة على بيته. ودلوقتي اقدر اقول لكم باي باي يا طيط.